الوول ستريت جورنال كشفت عن هجوم قامت به الفصائل المسلحة الموالية لإيران من داخل الأراضي العراقية مباشرة إلى عمق إسرائيل، وفعلا تمكنت الفصائل المسلحة من اختراق الأجواء الإسرائيلية. وهذا الأمر بدأت إسرائيل بكشف عن تفاصيله شيئا فشيئا الشهر الماضي بهذا الشكل، ونشرت مقطعا مصورا إلى طائرتين مسيرتين وهي تحلق في الأجواء الإسرائيلية في مايو الماضي من عام 2021، وتصدت الطائرتين المسيرتين بهذا الشكل باستخدام طائرة الاف 35 الشبح بهذه الطريقة طبعا. وقالت عددا من التفاصيل من هذه الطائرات بأنها فعلا كانت قادمة وقد هاجمت الأراضي والأجواء الإسرائيلية أثناء الصراع الذي جرى العام الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بكل تأكيد. والوول ستريت جورنال تحصلت فعلا على صور حصرية متعلقة بهذه الطائرتين التي دمرت بهذا المقطع الذي رأيتمونه. هذه هي الطائرة الأولى وهذه هي الطائرة الثانية، بل إن هنالك شركة يطلق عليها Red Six Solutions قامت بعملية تحليلات منذ اليوم ويوم إسقاط هذه الطائرات، ووصلوا إلى عدد من النتائج المثيرة المتعلقة بعملية انطلاق هذه الطائرات وصناعة هذه الطائرات وكيف تمكنت من الوصول إلى الأجواء الإسرائيلية. بالنسبة إلى الطائرة الأولى فريد سيكس سولوشنز قالت بأن هذه الطائرة جاءت من عمق الأراضي الإيرانية، أي أنها انطلقت من إيران، اخترقت الأجواء العراقية السورية وبعدها وصلت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وبعدها تم التصدي إليها بالشكل الذي رأيناه. وقالت أيضا بأن هذه الطائرة هي مصممة بشكل وهي تشبه في تصميمها تماما ومطابقة إلى الطائرة المسيرة الأمريكية RQ-170 التي تمكنت إيران من عملية السيطرة عليها وعملية إسقاط هذه الطائرة في عام 2011 في زمن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتمكنوا من استنساخ هذه الطائرة طبعا والطريقة والتصميم الخاص بها. وبالتالي إن الطائرة التي ظهرت والقادمة من إيران التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية هي هذه الطائرة التي ترونها أمامكم وهي شاهد 181. أما بالنسبة للطائرة المهمة والمتعلقة بالفصائل المسلحة الموجودة في العراق هي هذه الطائرة. بحسب Red Six Solutions هذه الشركة المهمة أكدت بأن هذه هي الطائرة التي انطلقت من الأراضي العراقية وتمكنت من اختراق الأجواء الإسرائيلية. كيف وجدت وكيف وصلت إلى هذه المعلومة بالنسبة لهذه الشركة المهمة؟ أولا قالت بأن هذه الطائرات المحركات الموجودة في هذه الطائرات هي موجودة فقط لدى الفصائل المسلحة في العراق والفصائل المسلحة في سوريا وكذلك لدى جماعة الحوثي، وبالتالي وعلى هذا الأساس فإن طبيعة المحركات التي هي من صناعة صينية وبحسب ما تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دائما تزود إيران هذا النوع من المحركات تحديدا إلى الفصائل في العراق وفي سوريا ولجماعة الحوثي، وبالتالي إيران لا تستخدم نهائيا هذا النوع من الطائرات أو هذا النوع من المحركات في طائراتها المسيرة لكي تنطلق طائراتها من عمق الأراضي الإيرانية. وبالتالي هذا ينهي قضية وقصة ورواية أن هذه الطائرة كانت قد انطلقت ممكن من إيران من خلال هذا المحرك الذي نتحدث عنه. ليس هذا فحسب، بل إن Red Six Solutions كشفت أيضا بأن الفصائل المسلحة عندما استخدمت هذه الطائرة المسيرة على الأجواء الإسرائيلية فهي تشبه تماما ومتشابهة تماما، بل قد تكون متطابقة مع الطائرة التي قامت بهجوم على أربيل في شهر أبريل من العام الماضي على محافظة أو على أربيل طبعا في إقليم كردستان وتحديدا على مطار أربيل، ونتحدث هنا عن إحدى المقرات المهمة التابعة إلى التحالف الدولي. وإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لكي نرى النقطة التي استهدفتها هذه الطائرة المسيرة وكان استهداف ناجحا فعلا ضد التحالف الدولي من قبل هذه الفصائل المسلحة بالهبوط بالقمر الصناعي بهذا الشكل. سنلاحظ بأننا هنا أربيل وهذا وإلى شمال غربها طبعا مطار أربيل بهذا الاتجاه الذي يتواجد فيه التحالف الدولي. دعونا نقترب من هذه المنطقة التي ترونها أمامكم، والنقطة والمقر للتحالف الدولي الذي ضرب هو هذا المقر وهذا المبنى تحديدا الذي جاءت صوره من القمر الصناعي بهذا الشكل كما تلاحظون. فعلا الضربة كانت ناجحة لنقترب منها قليلا، وسنلاحظ أن هذه هي الضربة التي تمت في أبريل من عام 2021. Red Six Solutions تقول أن الطائرة التي ضربت هذا المقر هي نفسها التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية
في مايو من العام الماضي، وتمكنت إسرائيل من إسقاطها، وهذا ما ثبتته الول ستريت جورنال من معلومات حول هذه التفاصيل. نموذج المحرك الطائرة الثانية التي تم إسقاطها هو نموذج صيني الصنع، استخدمه بشكل متكرر مقاتلون في اليمن والعراق وسوريا، والذين تزودهم إيران بها بحسب ما تقوله الولايات المتحدة. وفيما يخص أربيل قالت الآتي: أن طائرة مسيرة مماثلة استخدمت لضرب قاعدة أمريكية في أربيل بالعراق في أبريل الماضي. الآن واضح جدا بأن إسرائيل هي من كشفت هذه التفاصيل إلى الول ستريت جورنال بهذا الشكل ونشرت هذه التفاصيل كما نتحدث الآن، ولكن هنالك على ما يبدو غرضا بالنسبة لإسرائيل، ألا وهو زيادة الضغط على مسألة ما يجري في الاتفاق النووي وزيادة تعقيد ما يجري في الاتفاق النووي والمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فبالنسبة لإسرائيل هي لا تريد من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أن يتم أو يتفقا على العودة إلى الاتفاق النووي، لا تريد هذا أبدا. وكشفها للتفاصيل يأتي متزامنا مع معلومات تحدث عنها مسؤول أمريكي إلى رويترز، قال بأن واحدة من آخر الشروط التي عملت عنها أو عليها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران فيما يخص قضية الحرس الثوري الإيراني التي تعتبر هي القضية الوحيدة المتبقية لنجاح المفاوضات النووية، قال هذا المسؤول بأن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على إيران: دعونا نرفع الحرس الثوري الإيراني من العقوبات، ولكن نبقي فيلق القدس الإيراني الذي يقوده الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني تحت العقوبات وتحت طائلة العقوبات، بالتالي الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني تتوقف ولن تتمكن من التحرك ولن يتم رفع العقوبات عنها. إيران رفضت هذا العرض تماما، ووصلنا إلى مرحلة توقف تام لهذه المفاوضات النووية، بل إن ما زاد الطين بلة إن إيران أعلنت عقوبات على 15 مسؤولا أمريكيا، وبالتالي أصبحت قائمة بالنسبة للمعاقبين من قبل إيران والتي فرضت إيران عقوبات على المسؤولين الأمريكيين، وصلت القائمة إلى 24 مسؤولا أمريكيا بحسب ما تحدثت عنه رويترز، بأن أغلب هؤلاء المسؤولين هم مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ما الذي ممكن أن تفعله هي تجميد أصول أو الحسابات التي يمتلكها المسؤولون أو المسؤولين الأمريكيين في داخل الأراضي الإيرانية، وبالتالي هي سيمبوليك، هي عبارة عن عقوبات رمزية لن تؤثر على هؤلاء المسؤولين. ولكن الضغط الأكبر الذي جاء هو جاء من البرلمان الإيراني أيضا. البرلمان الإيراني طالب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضمانات قانونية من الولايات المتحدة الأمريكية. لم نعد نعترف بالضمانات الشفوية التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق النووي. على هذا الأساس ما طالب البرلمان الإيراني الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طلبوا منه بأن عليك أن تأتينا بضمانات قانونية أن لا يكون هنالك انسحابا في المستقبل إذا ما عدنا إلى الاتفاق النووي. لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية وليس مسموحا لها أن تنسحب من الاتفاق النووي، وكذلك بأن لا تنسحب من الاتفاق النووي ولديها المقدرة في عملية استخدام بند السناب باك، ألا وهو إعادة فرض العقوبات مباشرة على إيران. أيضا نريد ضمانا على هذا الموضوع، ونريد مصادقة وموافقة الكونغرس الأمريكي بأكمله على هذه القضية، وهذه تزيد الأمور تعقيدا بشكل كبير، خاصة وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض يعلمون تماما أن الكونغرس الأمريكي فيه عملية عدم موافقة من الأغلبية الديمقراطية والجمهورية على مسألة العودة إلى الاتفاق النووي، وبالتالي هذه أخبار سارة بالنسبة لإسرائيل، وهي تريد واضح جدا أن تزيد الضغط بالكشف عن تفاصيل ما جرى من هجمات بالطائرات المسيرة من الفصائل المسلحة الموجودة في العراق، وكذلك الطائرة المسيرة التي انطلقت من إيران مباشرة على العمق الإسرائيلي. وهذه طبعا التفاصيل التي نتحدث عنها، فعلا بدأت هذه التعقيدات الموجودة في الاتفاق النووي تنعكس على عملية الأموال وما يجري من عملية كونفيرجن أو تحويل من الدولار إلى الريال الإيراني، فواضح خلال اليوم. هذه طبعا اللقطة هي قادمة من حقيقة اليوم، واضح من 11 أبريل من عام 2022 بأننا أخذنا على الأقل الإحصائية القادمة في 24 الساعة الماضية، والتي توضح بشكل واضح عملية ارتفاع كبيرة في الريال الإيراني تصل بحسب تقدير الخبراء إلى 8% الآن بين الدولار
الأمريكي وبين الريال الإيراني، وبالتالي هنالك مشكلة. هذه الأخبار ليست أخبارا مريحة أبدا وأخبارا سعيدة لإسرائيل كما تحدثنا، ولكن الأخبار الغير سعيدة هي المفاجأة الكبيرة التي جاءت من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي أكد بأن إيران ستتحصل على 7 مليارات دولار من عدد من الدول التي اتفقت معها إيران، وستصل إلى البنوك الإيرانية طبعا. وبالتالي هذا يوضح بأن الأمور مختلفة وأننا قد نكون أمام طريق آخر لهذه الاتفاقية النووية. وطبعا هنا المشكلة بالنسبة لإسرائيل، أن الول ستريت جورنال أيضا تحدثت عن هذه المسألة وتحديدا ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي، وقالت قالت الجيش الإسرائيلي أنه نفذ أكثر من 400 غارة جوية كجزء من حملته بين الحروب، حيث أصاب معظمها أهدافا في سوريا. وتقول إسرائيل أنها قصفت أيضا عددا أقل من الأهداف في لبنان والعراق. وهذه الإحصائية للـ400 غارة التي شملت العراق هي منذ عام 2017 حتى يومنا هذا، وبالتالي كانت هنالك كثير من الضربات الغامضة أصبح واضحا جدا، والتي جرت في العراق واضح جدا بأن إسرائيل تقف خلفها بعد هذه المعلومة التي جاءت طبعا بهذا الشكل الذي نتحدث عنه. وإسرائيل المشكلة بأن على الرغم من عدم نجاح حتى هذه اللحظة والعودة إلى الاتفاق النووي، إلا أن إيران مستمرة في ضخ الأسلحة، في ضخ والتحرك على مستوى سوريا، واضح جدا من القمر الصناعي الذي طبعا جاء من يوم أمس يوضح بهذا الشكل من المارين ترافيك، تحديدا من الرادارات للمارين ترافيك، وضحت بأن هنالك سفينة شحن إيرانية وصلت إلى اللاذقية. في العادة هي تحمل كونتينرات خاصة أو حاويات خاصة في النفط، وبعض الأحيان وفي أغلب الأحيان تكون هنالك حاويات للأسلحة، بل ما زاد الطين بل مرة أخرى بأنه تبين بأنها عبارة عن ناقلتين أو سفينتين للشحن بهذا الشكل، وهذه هي المسميات الخاصة بهاتين الناقلتين موجودة أمام اللاذقية. وإسرائيل استنفرت كثيرا عملية المراقبة منذ يوم أمس بشكل كبير. هنا كما تلاحظون هذه الطائرة بحسب طبعا الرادارات هي طائرة استخبارات إلكترونية إسرائيلية، وهي طبعا نحشون إيتام بهذا الشكل، واضح جدا من عملية الرقابة التي تقوم بها على اللاذقية. هي تأتي من خلال المسار الخاص بها، هي تراقب المياه، تراقب هذه الناقلات التي نتحدث عنها، كذلك نفس الطريقة بالنسبة إلى نحشون شافت، وهي تحلق فوق الأراضي الإسرائيلية وتراقب المياه بهذا الاتجاه، وكذلك أن هنالك طائرة تانكر بهذا الاتجاه. نتحدث هنا عن الطائرة بوينغ 707 التي تقوم بعملية تزويد الوقود لهذه الطائرات لإدامة تواجدها وإدامة الرقابة على مستوى عالي في حالة أن هنالك عملية شحن لأسلحة ممكن أن تشحن إلى ضربة حقيقية ممكن أن نراها. بالتالي هنا النقطة، 7 مليارات دولار ونجاح للاتفاق النووي قد يعني المليارات والمليارات من الدولارات التي لن تمنع إيران من عملية تزويد السلاح بشكل كبير، خاصة وأن الضربة الإسرائيلية التي تمت السبت الماضي على الداخل السوري كشفت عنها تفاصيل مثيرة، بأن كان هنالك تصدي من قبل المنظومات الدفاعية السورية للضربات الإسرائيلية. تحدثت عن هذا الأمر وزارة الدفاع الروسية بهذا الشكل، قالت من 5 صواريخ أطلقتها إسرائيل على الأهداف الموجودة التابعة للفصائل الموالية لإيران في سوريا وحزب الله اللبناني، تمكنت الدفاعات السورية من التصدي إلى 3 من هذه الصواريخ. بل إن أيضا إسرائيل تحدثت الشهر الماضي بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران وإيران والحرس الثوري الإيراني بشكل عام تمكنوا من نشر منظومات دفاعية إيرانية في داخل سوريا، أجبرت سلاح الجو الإسرائيلي إلى تغيير طريقته وتغيير تعامله مع هذه الأمور. كل هذا يأتي في ظل أن إيران معاقبة، فما بالك أن إيران الآن عادت إليها الأموال من جديد وبدأت تتحصل على الأموال وتعود إلى الاتفاق النووي. وبالتالي نحن فعلا أمام كشف للأوراق خطير للغاية، يوضح أمورا لا تأتي فقط بين إيران وبين إسرائيل، بل الآن الحديث عن أن العراق ساحة للقصف الإسرائيلي وكذلك لهذه الطائرة المسيرة التي كشفت عنها الول ستريت جورنال كل المعلومات التي عرضناها لكم.